يعني خلينا كابتن ابدا معاك الان، هنتكلم عن المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي وكل كره القدم وكل الاحداث خلال الفتره السابقه والفتره القادمه في كره القدم، ولكن يعني خلينا نبدا دايما استعدادات النادي الاهلي لنادي سيمبا التنزاني في انطلاق السوبر او الدوري الافريقي لكره القدم. شايف المباراه دي ازاي؟ ومهم جدا انه دائما ما نكرر ان هذه المباراه واحده وجهه نظري من اصعب المباريات اللي جايه خلال الفتره القادمه. طبعا دي حقيقه طبعا يا كابتن اسلام، واعتقد طبعا ان النادي الاهلي بيتمثل في مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الجهاز الفني مسؤول كولر، ان كل بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي. لان النادي الاهلي بيدخل اي بطوله مش بيفكر بس ان هو يشارك، بالعكس النادي الاهلي بيدخل اي بطوله ان هو يحاول ان هو يفوز بالبطوله، واعتقد ان هو ده الهدف الاساسي من ان النادي الاهلي مشترك في البطوله زي دي. اعتقد كمان ان هو بيحضر نفسه بشكل كويس. النهارده يمكن حصل حاجه، مثل كولر بلغ كابتن خالد بيبو ان اللعيبه اللي راجعه من منتخب مصر من دبي بعد ماتش امبارح ماتش الجزائر ان كلهم يجوا على النادي الاهلي، يمكن اخر التمرين خلال الساعه 8 عشان يعملوا حاله الريكفري ويعملوا حاله استشفاء. فاعتقد ده طبعا كل ده تحضير. والمجموعه اللي موجوده كمان مع هو كمان ما سافرش، ما اعتقد ان هو ما خدش اجازه كابتن اسلام. كان موجود في القاهره بيتابع الناس المصابه، واعتقد كمان ان هو برده حته تحضير اللعيبه دي بشكل كويس جدا جدا، مخطط الاحمال بيشتغل بشكل كويس جدا معاه. يمكن انا متابع قناه الاهلي وشايف ان التمرينات اللي بتتعمل الجوانب البدنيه والرشاقه والمرونه بتتم بشكل ممتاز على اعلى مستوى. تجهيز اللعيبه كمان معنويا ونفسيا ده شيء مهم جدا. في حاجه برضو مهمه ان احنا برضو اللعيبه اللي راجعه من المنتخب برضو حاله الاجهاد اللي هم فيها، هل السفريه دي برضو ان هم بكره ان شاء الله اعتقد هيسافروا اعتقد بعد العصر تقريبا، يعني في تمرين وبعدين في سفر، كل ده اجهاد على لعيبه المنتخب. مهم جدا ان برضو حوالي 6-7 لعيبه اساسيين طبعا من قوام النادي الاهلي. اعتقد يعني النادي الاهلي داخل بقوه في البطوله دي ومرشح ان شاء الله بالزمالك يفوز بيها ان شاء الله. رايك بقى في الاستراتيجيه الفنيه اللي بيلعب بيها مارسيل كولر، وهل من الممكن ان يتم تغييرها في المباراه القادمه؟ هل هناك فارق ما بين مباراه الذهاب ومباراه العوده، مباراه النوك اوت اللي هي يعني مباراه واحده مختلفه؟ والله كان سامع، عاوز اقول لك حاجه، النادي الاهلي دلوقتي خلاص انت متصنف من اقوى الفرق في القاره الافريقيه. النادي الاهلي المصري، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها عامل تاريخ لنفسه كبير جدا، عامل اسم كبير، بطولات وانجازات. اعتقد يعني النادي الاهلي يعني حتى لما نروح نلعب مع سيمبا التنزاني انت اقوى منهم بمراحل. النادي اتغيرت الفتره الاخيره، زمان كنا بنروح نلعب تنزانيا كنا بنكسب، لو في ذهاب واياب بنروح نكسب بره ونرجع تاني نكسبهم هنا، او نتعادل مثلا تبقى نتيجه ايجابيه ان احنا تعادلنا ونرجع نكسب في مصر. اعتقد خلاص الكلام ده النادي الاهلي خلاص تخطى النقطه دي. النادي الاهلي ممكن يروح هناك لا العب بشكل هجومي، يبقى في توازن من الدفاع والهجوم انا معاك فيها، لكن انت بتلعب شخصيه النادي الاهلي. صحيح. انت بطل. انت عندك بطولات وعندك انجازات وعندك تاريخ كبير. الثقه دي جمهور النادي الاهلي هو اللي بيبثها في اللعيبه. صحيح. ان انا عاوز منك دعم وعاوز منك ان انت يكون عندك الطموح ان انت تاخد بطولات، فدي مهمه جدا. السنه اللي فاتت شايف يا كابتن سامي احنا بنهين الموسم 5 بطولات. في موسم انت نهي الموسم في 5 بطولات. صحيح. ودلوقتي انت برضو مشارك في بطولات كتير جدا جدا ومطالب ان انت تاخدها، واعتقد يعني بالكواليتي لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده بحاله التدوير اللي بيعملها مستر كولر باستمرار، ان انا اقعد مروان ولاعب مثلا ديانج مع كوكا دلوقتي بيلعب ومع استمراريه اداء مثلا امام عاشور، انت عندك زخم في نص الملعب دلوقتي، السوريه راجع. صحيح. كمان ان شاء الله باذن الله عندك عدد كبير من اللاعبين في نص الملعب. خلاص اعتقد ان امبارح كابتن سام ندفد اتمرن مع الفرقه. خلاص بشكل رسمي. الناس المصابين اعتقد كان رامي ربيعه الحمد لله بقى كويس. صلاح محسن خلاص بدا يدخل في تمرين. ندفد خلاص بشكل كبير جدا هيشارك. لا انا شايف النادي الاهلي الحمد لله رب الكواليتي اللعيبه ديت لازم يلعب على بطوله يا اسلام لازم.